وليه يعني انا لسه ما قريتهاش طبعا. بس انا يعني علاقتي بتغريده سوزان محمد اوكي هي يعني انا تغريده علاقتي بيها على الفيس ان انا بس بشوف البوست بتاعتها على الفيس، يعني هي طالعه نازله يعني طول الوقت مطرقعه، وبعدين فيها مثلا حاجات معينه بتبقى عميقه وكده. يعني في بس ليه تعليقين على كلام حضراتكم. هو موضوع الورشه انا برضو بختلف معاكم في موضوع الورشه، ان هي حتى لو مش يعني عايزه تكتب مش طبيعي انها هتبتدي كتابه بالموهبه بتاعتها، بس لازم هتاخد ورشه وتبتدي بقواعد. هي ممكن تكون مراعيه القواعد وهي بتكتب، لا ده شيء طبيعي، بس في الاخر برضو حتى اللي بياخدوا ورش مع بعض كل واحد بيطلع من الورشه ليه فليفر، يعني هو بيكتب بيبقى ليه. دي النقطه الاولانيه. الملاحظه الثانيه ان الدكتور كان بيقول ان المجموعه ما بتديش حلول، هي بتديك ان هي ازاي ان انت تتعامل مع الحياه اليوميه بتاعتك. لا مش قصدي، مش لا هي مش بتدي حلول للحياه، لكن مش بتدينا حلول الحياة والمشاكل، لكن هي بتديك تفاصيل حياتك اليومية. فدي حاجة كويسة، ان احنا محتاجين ان احنا نعرف تفاصيل حياتنا اليومية. بس شكرا، ميرسي.